انه ابقى اعمل هذا اليوم في نفس التاريخ. يعني انا كنت دعيت قبل، قلت لهم لا خلينا بحفلة يوم السلام، هذا اريد لانه هذا احتفال كوني. نعم. ولازم العراق يكون جزء صورة من السلام على الاقل، يدفع الناس الى الامل شوية، انه احنا مو بس اخبار قادمة. صحيح. يعني فيها مشاكل دائمة. صحيح. طيب ان شاء الله يا ربي تكون الخطوات كلها. احنا نتمنى انه الحفلات ما تكون سنوية، ولا الظرف الامني بما يسمح به الظرف الامني، ولكن نأمل خيرا. يعني نأمل هاي السنة تكون سنة حاسمة لكثير مشاكل. ترى الناس عايشة طبيعي، يعني عايشة طبيعي. احنا نقول برا نقول ظرف امني وما امني، اما النوادي مثل النادي العلوية، نادي الصيد، الحياة موجودة، المسارح، المسرح، السينمات شغالة كلها طبيعي جدا، الحياة موجودة، المطاعم مليانة، تلفي بالليل لساعة واحدة بالليل المطاعم كلها مفتوحة. يعني هذا التصور على انه المسألة سوداوية، لا مو صحيح، مو صحيح. في الحقيقة أنا رحت كنت أتجول بالليل، نزلت لشارع ما أدري كان هو بزيونة، ما أعرف الآن شنو اسمه، شارع رئيسي جدا، الربيعي يمكن، الربيعي احنا نتذكر زيونة وفلسطين، وهذه امتداد. الناس للساعة 11:30 الصبح و12 تنزل من السيارات وتسلم وتصور، ولا الحياة يعني ماشية. الانفجارات تصير بس الحياة طبيعية، الناس تكيفت معها. صحيح. طيب احنا دائما نتمنى بغداد والعراق كله يكون هيك دائما في حاله ازدهار وكان في حاله امن واستقرار، واحنا نطمح ان شاء الله تكون الامن يعني مستتب بشكل يا رب. هذا امننا والله، هذا امننا دعوانا. طيب قبل ايضا في السنه الماضيه يعني حصلت على تكريم في الفلبين، وكانت هي جائزه جوسي، هي الجائزة تعطى اللي أريدك تشرح لنا عنها. هي جائزة السلام العالمية. نعم. وهذه يعني جائزة الحقيقة في شكلها وفي فخامتها هي تشبه نوبل، بس ما بيها الجانب المادي اللي موجود بنوبل، بس معنويا هي بهالمستوى. يعني جائزة من رئيس الدولة. نعم. رئيس الفلبين هو اللي موقعها. مؤسسة كوسي انترناشنال بيس برايس اسمها هذه المؤسسة اللي تمنح الجائزة، وهي مؤسسة غير حكومية، لكن الرئيس هو اللي وقع الجائزة. هي عائلة مو صحيح؟ هم عائلة مثل نوبل، نفس فكرة نوبل، نفس الفكرة، نفس الفكرة. إعانات تصور لمتضررين الحرب العالمية، وبعدين عندهم متاحف، عندهم مع جاليريهات. كيف وصلوا إليك؟ اسمك وصلوا المتابعين؟ هذا هو الشيء اللي فاجأني برسالتهم، انه لقيتهم متابعين الجوانب الانسانيه، لان هي جائزه سلام، فمتابعين الجوانب الاسلاميه الانسانيه، وانه هاي كان يعني تقريبا اول، او مو تقريبا، هي اول مره يدخلوا على الشرق الاوسط. يعني كانت دائما الجوائز للامريكان، للكنديين، الالمان، بهالشكل. اي هذه كانت اول سنه، وبعد ذلك اختاروني رئيس للجائزه لسنتين. لسنتين هي 2013 و2014. شنو مهامك كرئيس؟ يعني مهامي اختيار شخصيات. انا قلت لهم يعني ليه الجائزه عمرها 11 سنة وما بيها غير يعني عربي واحد، وكانت معي السنة اللي تكرمت فيها كانت معي سعاد، مو سعاد، الصباح من بيت الصباح من الكويت، الشيخة عندها دور إنساني كبير وعندها عمل عن المرأة وكذا، فكنا أول اثنين نكرم عربيا. فقلت لهم ليه العرب مليان طاقات، فقالوا لي احنا يعني نثق فيك رشح لنا. فرشحت طبيب مجدي يعقوب، رشحت دكتور علاء بشير، رشحت شخصيات اقتصادية عراقية كبيرة، شخصيات علماء. السنة أخذوا في ترشيحات، يعني أخذوا اسمين من الترشيحات العربية. والسنة القادمة راح أكثر شوية تكون الترشيحات العربية راح تكون أقوى، يعني حضور العرب. طب المرشحين هم راح يأخذون هذه الجائزة، هل يعني هناك على عاتقهم مسؤوليات يقومون بها؟ مثل نسمع سفير نوايا حسنة، هو يرسخ الاهتمام بالسلام والعمل من أجل الإنسانية. يعني الأطباء مثلا، العباقرة اللي كانوا معانا، اللي مكتشف علاج لدواء لمرض معين، اللي مرض مستعصي على البشرية، اللي ساعد مثلا واحد أمريكي عامل أكثر من 11 مدرسة فقط في نيجيريا، هو من عنده مجانا.
ناس اشتغلت من أجل الإنسانية، فهذا يدفع الإنسان على أنه يواصل هذا العمل. هو هذا يعني التكليف، يعني مسيرتهم وعملهم هو بحد ذاته ممكن حافز لكثيرين. بالضبط. يعني هم من بحثوا بالشرق الأوسط شافوك الأجدر ايش قدمت، مو على سبيل الفن وعلى سبيل الـ بس كله وصلني مكتوب، يعني وصلني بالدعوه انه احنا اخترناك لانك انت كذا وكذا وكذا، لانك انت عملت كذا، لانك انت سويت كذا، وعلى مدى 10 سنين راصدين 10 سنين من التفاصيل كلها موجوده في حيثيات المنح الجائزه. حلو ألف مبروك. هي مفاجأة يعني أنه الفلبين بعيدة. تدري ليش؟ لأنه ما تخضع لي ما تخضع لأشياء كثيرة، المجاملات. لا لا ما بيها وعرف فلان لا أصلاً المنصة اللي كانت فيها علماء وفيها شخصيات. ما سجلتها؟ سجلت الحفل موجود على صفحتهم انترناشونال كوسي بيس برايس، متابعة ونشوفها. اي موجودة على صفحتهم كل الاحتفال. احنا التحضير يعني كان بسرعة، البارحة اتصلت لو كان هذا كان ممكن أنا بحثت عنه. لا لا يعني مشكلة. طيب أيضا كان لك نشاط في مجال السينما، وكانت هناك ندوة مهمة عن السينما العربية كشكل وعن المعوقات والتأليف الموسيقي، وكان لك دور واضح فيها. هي كانت ندوة خارج إطار أو خارج إطار أي مهرجان، مو صحيح؟ هي خارج، هو هذا هو المهم فيها. هي هو بحد ذاتها فقط 3 أيام لمناقشة وضع السينما العربية ويعني الماضية، الفترة الماضية والمستقبل، كيف ممكن نتعامل. ف كان طبعا الصديق الناقد الكبير إبراهيم العريس هو اللي يعني داينمو في هذا الموضوع مع مركز الدراسات اللي الأستاذ خير الدين حسيب في بيروت، والاجتماع كان بتونس، ضم نخبة من النقاد المهمين، نخبة كثير متميزة، والحديث كان دسم جدا، وانطرحت مواضيع عديدة جدا تتعلق بالسينما، وأنا تكلمت عن جوانب السينما العراقية لأنه إحنا عندنا 100 سنة سينما. سينما العراق مثل مصر عنده 100 سنة، بس إحنا مشكلتنا ما عندنا كيف نعرض شغلنا. يعني مصر قدمت وأسهمت هاي السنين كلها 100 عام من السينما لأنه عندها فاترينة كبيرة تعرض بها. الإعلام كان دور كبير. إحنا يعني عندنا أفلام لحضير يا أبو عزيز ما حد يعرفها من العراقيين. فيلم سينما حضير أبو عزيز لابس بابيون وتشوفيه كأنه عبد الوهاب أو كأنه ما حد يعرف عنها شيء. في أفلام عمرها بالضبط 100 عام. تكلمت عن السينما العراقية، تكلمت عن الموسيقى تحديدا، قدمت ورقة عن الموسيقى، وهذه كانت يعني مثار الحقيقة نقاش كل الحاضرين حدود 20 شخصية، لأنه انطرحت مواضيع جديدة، طرحت شنو المشاكل اللي تواجه السرقات، مثلا ياخذوا موسيقتنا ويركبوها على أفلام احنا ما نعرف، أو يجي يقول لك من يشوفك أنا أخذت موسيقتك. أولا مسألة الحقوق، ثانيا مسألة المشاكل، أنه الميزانيات بعض الأفلام في أمريكا وفي أوروبا توازي ميزانيات أفلام كاملة في العالم العربي. يعني مثلا 1 مليون يورو لموسيقى فيلم، 5 مليون يورو لموسيقى فيلم، بينما احنا يجي يتكلم وياك انه ما عندي ويا ريت تسوي لي اياه مجانا. هو ما يعرف انه في استوديوهات وفي موسيقيين وفيها مصاريف كثيره، فبعدين هذا ينسحب على كواليتي العمل وعلى النوع وعلى يفقر شوي شوي العمل. طلب منك تالف موسيقى لفيلم ما؟ اي طبعا كثير افلام انا سويت. ما هو انا تكلمت من الافلام الجماهيريه، الافلام اللي الجماهيريه انا اعتذر عنها، اللي مو اعتذر عنها بشكل عام. انا ما اقول الجماهيريه مثلا يعني تعرض افلام تجاريه مثلا نعتذر عنها، لا مو تجاريه ولكن السينما المصريه. يعني الان مثلا فيلم اللي سواه الصديق ابو كرم صلاح الكرم، الان الفيلم انا سويت للموسيقى اللي هو انتاج هذه السنه، يعني الان راح يعرض خلال فتره بسيطه يعرض الفيلم. اسمه احلام. احلام اي واحلام اليقظه هو الفيلم. عملت له موسيقى وسجلناه بشكل جيد وعملنا اوركسترا جيده. من تسمع الموسيقى تحسي انه مصروف عليها، يعني انا كل الميزانيه اللي اخذتها صرفتها على الموسيقى حتى يطلع شيء بمستوى، وبنفس الوقت يرجع صوره السينما العراقيه قدر الامكان. قبلها سويت فيلم
لمحمد الدراجي اول فيلم عملت له الموسيقى. ايضا اسمه احلام. احلام فاز باكثر من جائزه. فاز بكثير جوائز وجائزتين الموسيقى فازها من فرنسا. الشباب اللي طالعين الان السينمائيين ممتازين عندهم حرص على الموسيقى بشكل صح لانهم درسوا وهم ايضا يعني شاركوا بافلام وثائقيه قصيره بمهرجانات باوروبا تحديدا فتشوف لياقتهم الموسيقى. فيلم احلام وغير الافلام اللي يعني صارت لي فرصه اشوفها كل الشباب اهتمام بالموسيقى واضح جدا لانه هذا مجال مهم جدا بالفيلم وهذا في الناس اللي درسوا سينما يعرفوا أهمية هذا الموضوع. الموسيقى صحيح يعني هي طبعا فراس دايلح يقول نسمع شيء من أستاذ نصير ويطلب ويطلب بعد شو ايش يطلب فراس؟ ايش تطلب رقصة الفرس؟ هو رقصة الفرس الفرس يلا ولا واحنا قدمناها بس ماشي قدمناها أنا أود أشير أنه أيضاً الندوة اللي تحدثنا عنها واللي كان لأستاذ نصير دور فعال فيها اليوم كانت هي اهتمام صحيفة الحياة وجاء مقال كتب عنها.